أختي كانت عمال تشد في شعرها. معجزة حصلت مع مريم صليب، كان عندها 33 سنة وما كانش في عريس تقدم لها في يوم من الأيام، لدرجة أهلها كانوا بيعجدوها. كانت بتصرخ وتقطع في شعرها، راحت عند أبونا في شبرا صلى وما حصلش حاجة. قالوا ما فيش حل وما فيش حد يحل الموضوع ده غير الدجالين، وحددوا يوم وخلاص هيروحوا. مريم علاقتها حلوة بربنا، رفعت عينيها وقالت له يا رب جعلت أمر عليك، وبصت للعذراء وقالت لها يا عذراء اوعى تنسيني. راحت تاني يوم زيارة دير الأنبا بشوي عند مزار البابا شنودة وقالت له بنتك تعبانة. الكلام بتاع الناس شكله وحش، وهي في الرحلة ومروحة راح رن عليها علشان ابن عمها راح يطلب ايديها. وكان الكلام يوم 24/6 وحصلت خطوبة يوم 29/6. بركة شفاعة ام النور والبابا شنودة تكون معاكم وتفرح قلوبكم. علشان كده سفر ايوب في آية اصحاح 5 ما تقول كنت اطلب الى الله وعلى الله اجعل امري، الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد.